مضبوطه. شلونكم مع النقاد امس؟ وشو قال النقاد اجوا امس؟ خذ العلم. مشكم هاجوني خلوني مجنون. نسال الله يعيننا واياكم يا رب. النقد اخذوا الزين منه شفتوا؟ لا اتركوا الشيء، ما هم ما شاء الله ما منهم شيء. الزين ما جاوا هنا ينصحونكم يعدلون بعض الشيء تو سلامه. هم اخبر منكم قبل في الاعلام وهذا. اخذوا منهم الزين يا رب، هم كل شيء ما عندهم الا الزين. مشوا الامور، هم اخواننا الكبار الامور وخدمه. نعم هذا الكلام. هم الود ودهم ما ندري اني بخط لهم، الود ودهم ما احنا نخطي. نعم اي والله اي والله اي والله. عزلك صاد شو تجربه امس؟ كيف قضيت لكم يومين في البرنامج؟ كيف قضيت اليوم؟ والله انها تجربه مختلفه وجميله جدا. اشتقت الجوالات؟ اي والله جدا والله جدا اشتقت الطلوع الدخول وهذا. يود انا ما انا كنت احس. وش رايك بالجو؟ جو البرنامج ايش رايك فيه؟ يا اخي جو والله انه حلو صدق. الشباب جلسه مع الشباب، السوالف تحت البث فوق البث. النجامه قامت بالثنائي تنسيك. تقويت يا دي اسمع ليش يا الربع اللي هناك، يا الربع ممكن الصوت يا الربع تخدمونا بالشيء هذا؟ تبشرون بالخير ان شاء الله. استريح يا ابو فلاح. اسلم تنسي السوالف مع الربع الجلسه، نسيك والله الجوال واشغال الدنيا كلها. انت رقدت امس؟ والله انا رقدت 9:30. ما شاء الله تبارك الله. لا اخذوا راحتكم من النوم واخذوا راحتكم من الراحه. يقول من زان نومه زان يومه. نعم اذا انتهى البث ما عندكم شيء ضروري ارقد عشان ما يجي الساعه 2:00 3:00 العصر انتم صحصحين تبدعون معكم اليوم كامل. البيت ذاك اللي يقول اجاك الصبي نومه شفاقه. لا بس يقول النوم شباي المراجل ولا رجال. يقل النوم مدورين المكاسيب. ايب صار ما جاك الصبي نومه شفاق تحرم عليهم شوهقات المراجل. الله الله لا هذا قالها بلسانك والله عينك. هين بارك. نهاية الحلقة عندنا كم عندنا سحب من التاج يا أبو ربيع؟ كم 400 ولا كم؟ كم؟ إيه شخصين. حلو حلو 50-50. الله يعطيك العافية يا أبو ربيع. شاعر أنت طال عمرك. الله الله. عطنا طال السلامة. على هاش. على هاش. وش تبي؟ عطنا من اللي عندك طال عمرك. السلامة. عطى غزل. لك بالشنار. تبي غزل. شنار. لا الشنار. تمام مش. يقول بطل غرورك واترك الكبر يا جيل. الله هل ترى التغلي تالية هالنداء. خلنا نسمع. اسلم بطل غرورك واترك الكبر يا جيل.